السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ المقطع يا جماعة الخير، أتمنى منكم دعواتكم لإخواننا الموجودين في فلسطين، فلا تنسون إخوانكم من الدعاء، اللهم انصرهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فلوق جديد. إيش معانا اليوم يا أحمد؟ فلوق جديد، إن شاء الله تستمتعون. إيش راح نسوي في هذا الفلوق يا جماعة؟ راح نروح أول شيء الحين نلعب كورة بإذن الله تعالى، الفيديوهات اللي أنتم متعودين عليها، لكن هذه المرة بالفلوق إن شاء الله. بس بشرط يا جماعة قبل أن نبدأ هذا الفلوق، إيش لازم يسوون يا أحمد؟ كون في القناة وصور لايك وتفعلون جرس التنبيهات معك. هيا بنا بدينا الفلوق. هيا بنا Let's go. طبعا أول شيء يا جماعة خلينا نلبس ملابس رياضية، فهيا بنا نختار. طبعا هنا جميع القمصار الرياضية حقتي، فبصراحة محتار وش ألبس وش أخلي. شكلي بلبس هذه حق ريال مدريد، هذا هو القميص الثالث يا جماعة لريال مدريد في هذا الموسم، طبعا نسخة اللاعبين، فهيا بنا نلبسه. وبعد ما لبسنا وجهزنا وكل شيء، هيا بنا خلينا نروح. يلا بسم الله. دام تراوري جاهز؟ يلا يلا روح 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 يلا بسم الله. وفؤاد برضه موجود يا جماعه. شي يذكركم هذا الحوش؟ طبعا هنا دائما قديما كنا نصور الفيديوهات، والله اتذكر يا جماعه كنت احط الستاند هنا حق التصوير ونصور بهذا الشكل اللعب. اخ على الايام، بس ان شاء الله ترجع ان شاء الله يا رب. طبعا الحين الحوش كله خربان، يعني ما ينفع نلعب فيه ابدا. شوف شوف الله يكرمكم، ماش هذا الوسخ. اشتقت للحوش. يلا ان شاء الله ان شاء الله نرجع له ان شاء الله. ومعانا برضه البرازيلي. Jogadinha do paquete. Jogadinha. رقصة سامبا يا حبيبي. برازيلي. اي رقصة سامبا، هذا ايش قاعد تسوي انت؟ قاعد تلخبط. اسمع اسمع، طيب سؤال، ليش لبست البرازيل؟ هذا افضل منتخب اصلا، هذا افضل منتخب اشجعه اصلا، لعبهم الجميل والتيكي تاكا حقتهم. تيكي تاكا في البرازيل؟ مستحيل، انت قصدك المهارات في البرازيل. رجع 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 من جديد يا عمي، خلاص خلاص وقف يا جماعه. نسينا دام تراوري برضه لابس البرازيل. اشوف لا، ليش لبست البرازيل؟ اشجع البرازيل عشان فينيسيوس. ايه ومن بعد؟ ونيمار. ومن؟ جيب لي 4 لعيبه برازيليين يلعبون مع المنتخب البرازيلي حاليا. اول واحد فينيسيوس. اول واحد فينيسيوس، اوكي. ثاني واحد رودريجو. حلو. ثالث واحد فينيسيوس. لا فينيسيوس مرة واحدة بس. يلا ثالث واحد، ثالث لاعب من؟ ثالث لاعب ميليتاو. حلو. ورابع لاعب باكيتا. حلو 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 ممتاز. خليفة عندنا مشاركة، تفضل. جماعة الخير حاط صورة فينيسيوس على شاشة جوالي، يعني هذا القلب يا أخي، هذا القلب، هذا العمر، هذا الروح، وهذا عمك. لا 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 والله رد عليك، والله رد عليك يا خليفة، والله رد عليك والله. وش اللي لابس انت؟ دشداش. دشداش يعني قميص الصلاة يا جماعة. هذا حقة أحمد وهذا حقتي صح؟ هو المخرج عندنا ما شاء الله. يلا يلا اركب اركب السيارة يلا. فهيا بنا يا جماعة خلينا ننطلق ونتوجه للساد البيت إن شاء الله. طبعا شوفوا الميدالية يا جماعة حق السيارة، دائما ريال مدريد، ريال مدريد في كل مكان يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ جاهزين. يلا قولوا بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة الا بالله. منطلقين الى استاذ البيت. اول شيء يا جماعة لازم اي واحد يسوق اي سيارة لازم يلبس حزام الامان. انا والله يا جماعة الخير خلاص صرت متعود، كل ما اركب البس حزام الامان واتحرك. فهيا بنا خلينا نتحرك باذن الله. طبعا يا جماعة استاذ البيت يبعد عن بيتنا تقريبا دقيقتين بالسيارة. طبعا هذاك يا جماعة استاذ البيت شوف ايش قد قريب من بيتنا، شوفوا دقيقتين بس. والله يا جماعة الخير صور بعض المواقف لنا في كأس العالم، كنا نوقف سيارة هنا ونمشي. هذا هو يا جماعة الاستاد المونديالي، استاد البيت. والله ذكريات يا جماعة كأس العالم. أتوقع كانت مباراة ألمانيا يا جماعة حضرتها هنا. ليت الزمان يعود يوما. طبعا في بطولات جاية إن شاء الله، كأس آسيا وكأس العرب. على فكرة حجزت تذكرة لكأس آسيا راح تكون في هذا الملعب إن شاء الله، بس هذا في شهر واحد، يعني راح تكون بعد 4 شهور إن شاء الله. تخيلوا يا جماعة اللعيبة اللي يلعبون في استاد البيت يدخلون من هذا المنفذ هنا من تحت عشان يروحون لغرفة الملابس. المهم يا جماعة إحنا وصلنا للمكان حقنا، فخلينا نوقف السيارة هناك إن شاء الله وننزل. يلا وصلنا الحين، يلا خلينا ننزل. يلا دام تروح حط الثوب أنا. يلا الحين خذ الكورة وانزل. يلا يلا بسم الله خلينا ننزل. يلا دام تروح. يلا 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 جاهز 100% تحمس. يا سلام عليك. يا راعي
يا اخي هذا يا ولد هذا ايش فيه هذا ايش فيه والله ازعجنا بالرقص هذا خلاص ابن حلال خلاص وبكذا يا جماعه وصلنا لاستاد البيت وهذا المكان اللي نلعب فيه دائما يلا 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 جاهزين يلا نلعب على السريع كذا لان الوقت خلاص الشمس غربت يا جماعه وباقي شويه اذن يلا يلا نلعب بس ابو 10 دقائق يلا 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 يا جماعه يلا يلا لعب لعب يا جماعة تعبت والله والله ما عاد في ياقة ولا في أي شيء وش تقول؟ رطوبة الجو رطوبة والله جدا رطوبة ها أحمد تعبت؟ ما تعبت ما تعبت؟ إيه. والله كفو أحمد إيش رأيك نلعب تمريرات طويلة؟ أوكي وأنا بستلمها يلا ما شاء الله يلا يلا أكسب أحمد أكسب أحمد يا جماعة يلا لعب لعب الله عليك شوت كوي. طبعا يا جماعه اذن المغرب واحنا جدا تعبنا فهيا بنا خلينا نروح للمسجد نصلي طبعا احمد مكابر يعني هو تعب بس يقول لك انا ما تعبت شباب نصيحه مني الصلاه اهم من كل شيء اهم من اللعب الصلاه اهم من كل شيء لازم تصلي وتترك اللعب بختصر كلامه كله دي في كلمتين لا حياه الا بالصلاه كل الله الله على اخواني الله يا جماعه طاهرين القلوب ما شاء الله تبارك الله فأدام تروري بعد يبي يقول لكم نصيحة قول عندي نصيحة اشتركوا في القناة وسووا لايك الله الله النصيحة جميلة جدا ولا تنسون انقهر 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 فوت يلا خلينا نروح الحين حق السيارة عشان نروح للمسجد ونصلي ان شاء الله يلا يلا احمد اركب 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 مكيف مكيف مو بزين يقول لك بعد اللعب افتح الدريش عشان يكون لك جو طبيعي يا رجل يلا احمد البس الثوب عشان نروح نصلي طبعا هذا هو المسجد يا جماعة ما شاء الله زحمة اليوم وقف ندور موقف نيسان بنوقف عند النيسان هذا هو وصلنا المسجد هم توضيت ولا لا؟ لا يلا يلا خلونا نروح نتوضى عشان نروح ندخل داخل ونصلي طبعا انا علمتك كيف تتوضى صح يلا امسكها امسك مسح وجهك ايوه بسم الله طبعا الحين خلصنا صلاة الحمد لله في دكان يا جماعة جنب المسجد فخلينا نروح نشرب ماي لأننا جدا ضمنانين يا جماعة هذه المحلات يا جماعة اسمها الخور بوليفارد في مغسلة في حلاق في دكان في كل شيء أحمد وش تبي؟ أبغى موية تبي موية؟ يلا خذ لك موية خذ امسك عبد الله بإيش تنصحني اشتري عصير؟ إيش أنصحك تشتري عصير؟ عصير عصير أنا أحب هذا بصراحة أحب هذا جربه وشوف طبعا اخذنا 4 موية انا واحمد وخليفة وفؤاد يلا احمد يلا تعال والله محلات جديدة يا جماعة تصدقون توني اول مرة اشوفها شوف محل عبايات محل حق البهارات من البهارات هذا محل كهربائي يعني يبيع اشياء كهربائية يلا احمد يلا نط بس انتبه ها انتبه تعور نفسك ايوه شاطر يلا 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 شباب يلا يلا للبيت للبيت طبعا وصلنا البيت يلا ننزل الشباب كلهم نزلوا ها احمد استمتعت اليوم واي استمتعت حبيبي حبيبي والله حبيبي احمد يلا يلا نطلع فوق وبس والله يا جماعه بكذا وصلنا نهايه هذا المقطع اتمنى ان اعجبكم هذا المقطع اذا حابين نستمر في هذا المحتوى على فكره اول مره انزل هذا النوع من الفلوقات فاذا تبون نستمر وروني تفاعلكم في هذا المقطع لان بصراحه اذا ما شفت تفاعلكم باللايك والكومنتات فهذا يعني انكم ما حبيتوا المحتوى وخلاص يعني ما عاد ننزل فلوقات المهم اذا عجبك المقطع انزل اضغط لايك واشترك في القناه اذا ما كنت مشترك وبس والله يعطيكم العافيه سلام